هذا المكان في السعي بين الصفا والمروة المعروف عند العلماء بين الميلين، وهو المضاء الآن بالأخضر، وهو المكان الذي سعت فيه السيدة هاجر رضي الله عنها سعيا شديدا. وعندما سعى الرسول صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا فيه، حتى إن الإزار الذي كان عليه صار يلتف على قدميه من شدة سرعته صلى الله عليه وسلم. والدعاء في السعي بين الصفا والمروة مستجاب، الدعاء مستجاب. فهذا المسعى القديم يبدأ من الصفا ينزل بعكس الناس، لأن المسعى الجديد لا يسعى فيه، إنما ينزل بعكس الناس ويرجع مع الناس، لأن من الناس من يسعون في المسعى الجديد، وهذا لا يصح.